دي وقعتي من الليل هزت اركان الفؤاد دمعت الم ابرقت وامطرت حيل عزه خريف العناد لتنفس هجر والدنيا تعصف بمانينا بردنا هجير وني وفطير مركب التيه بحرت فينا عقد وسهد وشر وظلام وين وين يا حضن الفجر يتعب الكلام صمت السكوت تتهدم البسمة والفرحة تموت وبيوتنا أسرار والثواني دهر والدقايق عمار والضحكة خمر وينك وينك يا حضن الفجر مشاكلنا من يحلها وأحلامنا باللها والهموم قلبنا ملها مين سرق فرحك ومين سرق فرحي مين نقض جرحك ومين نقض جروحي أنا كل هذا الألم نعم 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 أنا سببت الروحي راحت أمانينا هدر راحت ليالينا غدر وين وين يا حضن الفجر اسمع الكلام انت ولا ما تسمع تفضل اطلع برا يا اخي انشرت الشارع يا اخوي انت واقف عند بيتي وين بيتك هذا بيتي يا اخوي اهالي عند اهلك بالداخل وش هي اهلك وش انتو لا حول ولا قوه الا بالله يا من شرى لا من حلال علة تدوس بطنك اطلع مدام النفس عليك طيبه يلا اقول اسكت يا شايب احسن لك ما نبساكت يعني شو بتسوي بتطلع ولا شلون انتبهي على حالك يا فوزيه ما ادري اوصيك على نفسك ولا اوصيك على امك لا تخافين يا ابلة أنا وأمي ما لنا إلا بعض لمن الله يفرجها يلا حبيبتي مع السلامة مع السلامة لك أطلع من الحارة أطلع ما تسمع اسمع يا شاب قريح فكني أحسن لك ترى ما نبى أفكني أقول ما نبى أفكني يلا فكني خلنا يلا يلا فكنا يلا خذ أهلك وتساحل يلا يلا لا ولا تجر بيتك مرة ثانية يلا يلا شي عجيب يلا بسرعة ها يلا عامل لي عمر يوم خير يا أنور يقول لي جاسر إنك تبيني إيش تبي حضرتك انت عارف الشغل ومشاكله لا 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 واللي رحم والديك انا ماني رايق لك ولا عندي استعداد اسمع اي مشاكل ما هو فعلا السكرتير جاسر بيقول ان حضرتك يعني متضايق وعندك مشاكل خير يا ابو سالم الاولاد مشاكلهم ما تنتهي هو الاستاذ سالم لا سمح الله في عنده مشاكل يا ريت الناس كلها مثل سالم
سالم عمره ما يجي منه مشاكل. إذا سالم سبب مشاكل فمعناتها أن الدنيا فيها خلل. معلش لا مؤاخذة يعني، أمال من مين المشاكل؟ الشيخ فيصل يا سيدي. الأستاذ فيصل الله يحفظه. ما هم الأولاد كده يا عم أبو سالم، ما يجيش وراهم إلا المشاكل، وإحنا الكبار ولازم نتحمل. يا ريت فيصل يجي لو ربع سالم. لكن تدري أنا السبب. لا 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 يا أبو سالم ما تقولش كده، أنت ما قصرتش مع حد في أي حاجة وبتدي كل واحد حق. إيه زي ما تقول يا أنور، ما قصرتش بدي يعني أعطي كل واحد حقه، بس المسألة ما هي على كيف. على ما قال المثل، تزرعها قمحة تطلع شعيرة. ربنا يبارك لك في عيالك إن شاء الله. المهم أنا ماشي الحين، وأجل أي شيء عندك لبكرة. بكرة؟ ده بكرة خميس يا عم أبو سالم، وكل سنة وأنت طيب. تصدق نسيت؟ مرة ثانية إذا أشوف ضيوف عندكم لأقطع هالعقال عليك أنت وبنتك، فاهمة؟ عساني أقبركم إن شاء الله. هدي شوي. لا تقول لي اهدأ، والله لولا انك داخل بيتهم كان فسخت العقال وجلدتها اللي ما يستحي على وجهها. حسين علشان خاطري اهدأ شوي، خفف السرعة. اوف من هالاشكال دي. زين اقول لك شيء يريحك. قولي. يا ريتك ضربت بالعقال. تبيني اضربه بالعقال؟ اي انت شفت اللي انا شفته داخل البيت، كان ضربته وكسرت راسه بعد. وش سوى بعد ده شايب قريح؟ تصور يا بدر، أم فوزية مسكينة وجهها متروس ضربات وكدمات، لو تبلغ عنه كان حبسوه. وليش ما بلغوا أو اشتكوا عليه؟ وهذا اللي قاعدة أسويه يا بدر، قاعدة أقنعهم إنه يشتكون عليه. طيب والبنت؟ الحمد لله البنت ما صادها شيء. والله حرام. طيب وين أهلها عنه؟ للأسف ما في أحد يسند الظهر، وهم مسلمين أمرهم بالكامل. هذه سلبية وضعف. على قولة أم فوزية، الأصابع مو سوى والبيوت فيها أسرار. الله يعينهم ويصبرهم عليها. لكن اسمع يا هيلة. سم. أنا ما عندي استعداد أشوفه في الشارع، تبيني أروح لها عندهم في البيت؟ ترى هذه آخر مرة نروح لهم، ولا عاد أبغى أسمع كلام في الموضوع هذا، فهمتي؟ إن شاء الله ما يصير خاطرك إلا طيب. يسلمك. لا لا تهتمين الموضوع هذا، البنات رح يجون معاي أكيد. وشو؟ أم علي؟ رح تجي؟ إيه الله يحييها. إيه أعرفهم وأعرف أهلها كلهم. خير إن شاء الله. مع السلامة حبيبتي، مع السلامة. يما مني هذه؟ هذه أم وليد، أكد على العزيمة. ايه العزيمه اللي اقول وات؟ وش اللي وات؟ يعني سمي بسك من هالبلع انت. المهم ما علينا، انت واختك جهزتوا للحفله؟ اختي مالي شغل فيها، اما انا فلا. وليش انت فلا يعني؟ وش اللي ناقصك؟ ما عندي شيء يصلح حق العزيمه. واللي في الدولاب هذا يا سديم؟ كله قديم ما يصلح. من اسبوع شريت لك ملابس جديده. يما زاد وزني، تبين يقولون عني الدبة هذه شجابها. المهم المهم ما علينا، خلاص نروح السوق اليوم واشتريك الفستان سهرة اللي انت تبينه. بس يما انا اللي اختاره على ذوقي. انت ولا انا، المهم نشتري الفستان ونخلص. اي والكوافيرة؟ الكوافيرة خلاص جهزتها. يا عيني على الجاهزين.
طبعا اجل انا مثلكم، انا لو اعتمد عليكم اصلا بعد اسبوع ما خلص. يما ما قلتي لي انت ليش مهتمه بالعزيمه كذا يعني؟ فيصل 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 يما رد علي فيصل. يما ما عليك من هالفاشل. ما شنو ما علي منه انت بعد؟ ما جاوبتي على سؤالي. اي سؤال؟ ليه مهتمه بالعزيمه قال كذا؟ انت تستهبلين ولا وشو؟ ليه؟ وشو اللي ليه؟ افهمي الغشيمه، الوزير ما عنده الا ولد واحد. ان شاء الله. وان شاء الله يا سديم يكون يا من نصيبك ولا من نصيب اختي. قولي امين. امين. امين يا رب. هاكلي انت احسن، ما وراكي غير الاكل، ما منك فايده. خليني اشوف شنو وراي من شغل. ولد الوزير لي انا وبس. خاطري بيتزا. كلام سعد صح يا ولدي يا سالم، امك ما صايب لها الا العافيه بمشيئه الله. بعدين ليش تسوي بنفسك كذا؟ الدنيا يا ولدي ما تسوى، الدنيا ما تعطيك شينا ابدا، يوم لك ويوم عليك، وانت بعدين انسان عاقل. عاقل يا ولدي. انا ما ادري ايش بسوي من غيرها. انتم مو فاهمين شنو امي بالنسبه لي انا واختي. كل شيء بالنسبة لي هي الأب، هي الصديق، هي الأم. يا عم أبو سعد، أمي تنازلت عن كل شيء علشاني أنا وأختي، علشاننا إحنا. يعني إذا في شيء مفرحنا في الدنيا فهو وجودها وحسها بيننا. هذه أمي. سالم 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 يا ولدي، أبيك تحط قدام عيونك شيء واحد بس، أختك. أنت من أختك اللي ما لها إلا الله. ثم أنت لا توصل يا سعد، أنا وأختي ما لنا إلا واحد. سعد كثر الله خيركم وما تشوفون مكروف عزيز عليكم. يلا خذ الوالد والوالدة ورجعوا للبيت، وجميلكم على راسي والله يقدرني وأرد لكم. جميلكم الكلام الماسخ اللي جالس تقوله؟ عجيب والله. سالم حنا اهل ولادي، نبي نقعد بالمستشفى لين نطمن على الوالده. سالم اذا تبيني اودي اجيك. ابشر. جاك الثاني. عجيب والله، وش لحقتي يا سعد؟ مليتم منا انتم؟ قولوا ملينا منكم ونروح. ما ملينا. ايش هالحكي هذا؟ احنا ما نقدر نروح الا لما نطمن عليها. ها بشر يا دكتور. الحالة مستقرة إن شاء الله، بس محتاجة كم يوم ترتاح عندنا وإن شاء الله خير. طمني سالم، هي بخير إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. يلا يا عم، الدكتور طمنا عليها وكفاية عطلتكم ووقفتكم معانا لهالوقت. الحمد لله رب العالمين. طالما الدكتور طمنا نبي نمشي يا وليدي. بس ها، إذا احتج شيء أو صار لك لزوم اتصل علينا بالتليفون، تلقانا قدامك على طول. ما تقصرون يا عمي، وجمل الله حالكم. يلا يا سالم انا بمشي. تأمني شيء؟ يلا يا مسعد. برجي بكره ان شاء الله. ان شاء الله، وانا بعد بيوي عشان اطمن عليها. ان شاء الله يا اخي. يلا يا امي يلا. يلا يا مسعد. يلا توكل. يلا يا وليدي. سالم. سامي يا عمي. انت علمت ابوك؟ خير اللهم اجعله خير. ما هي بعوايدك راجع بدري اليوم. ابد سلامتك. حسيت نفسي تعبان شوي، قلت ارجع البيت ارتاح. اي ما تشوف شر. تعبان اي اقول، بس يمكن السكر مرتفع وانت ما تدري. نيره شوفي،
سكر مرتفع، ضغط منخفض، فيني من الامراض اللي كافيني وفكيني من اسئلتك اللي ما لها داعي. غدات وين هو؟ الغداء جاهز الحين يحطونه، ايش فيك مستعجل؟ مستعجل ولا شيء. الا قولي لي بس عيالك وينهم؟ وين بقيت الاخوه الاعداء؟ ابدا. سدين في غرفتها فوق، وفيصل دخل من شويه تعبان مثلك يعني وراح لغرفته. عجيب. دخل غرفته وبس؟ ما قال لك اي شيء؟ اي بس ما قال شيء. خير؟ شو اللي صاير؟ يعني ما قال لك حضرته انه جاني اليوم الشركه؟ فيصل؟ اي نعم، الشيخ فيصل والنعم. زين ما قلت لي، وش كان يبغى منك؟ مني انا؟ على ايش يا حسره؟ من متى فيصل كان يبي مني انا؟ او يطمن علي او يزورني؟ فيصل يبغى من الشركه. صالح، بدينا بالالغاز، قول وخلصني، وش كان يبغى منك؟ حبيبتي لا الغاز ولا هم يحزنون، فيصل يبي فلوس. فلوس؟ ايه نعم، فلوس. يقول عنده مشروع، مشروع شغل بزارين. طيب وانت وش قلت له؟ شو بقول له؟ قلت له انا متى بيدي الحل والربط؟ متى بيدي فلوس؟ ضف وجهك وروح لامك وهي تتصرف معك. وكم طلب ان شاء الله؟ لا شيء بسيط يعني. يبغى مليون. وشو؟ مليون؟ اي نعم مليون، وهذا المليون لعلمك هذا البداية، عشان فيما بعد يلهف الباقي. طيب يا صالح، خلي الموضوع هذا علي وانا بتصرف. اها، تتصرفين زي تصرفك في كل مره صح؟ اوه يا صالح، واللي سلمك، انا بروحي ماني ناقصتك. احسن واحده منيره مالت. مصاريف يا بنت الناس، هي لا تقعدين تبربرين. ها؟ ايه ايه صحيح صحيح، انت المتصله. ايه بس بعد لا تقعدين تطولين بالتلفون. اقول اقول انت من بنته؟ ايه والنعم والنعم. زين صبري شوي الحين اناديها. يا فوزيه فوزيه فوزي وصرخ. نعم يبا. الله، صارت تجي لك تلفونات يا طفسه. انا؟ لا امي. اقول لا تقعدين تبربرين واجد في التلفون، تكلمي بسرعه يلا انهي المكالمه. مسكي. الو، هذا ابوك الحين؟ مريم. يا عيون مريم، خوفتيني يا شيخة. يما اسم الله علي، أنا أخوف؟ لا لا مش قصدي، المهم أنت وشلونك وش أخبارك؟ بخير، بس اسمعيني زين، أنا بكرة برسلك السواق علشان يجيبك عندي. بس سؤال، متى أرسلك إياه؟ أي جيلي، وزوجك اللي بالبيت بيسافر؟ لا لا معلش، خليها مرة ثانية. يعني شلون؟ ما أقدر أشوفك؟ طيب اسمعيني، ايش رايك انت تجين عندي؟ وين عندك؟ بالبيت؟ طيب ابوكي؟ ايه انت سمحي تعالي انت، خلي لك تاخذ على البيت شوي، بعدين ربي يسهلها. براحتك مثل ما تحبين. خلاص انا مستنيتك بكره. اخلصي يا بنت فوزية. يلا مع السلامة، اكلمك بعدين. وش اللي ها؟ بتروحين؟ ما ادري،
يا ربي على هالتردد بعد كل هالتعب والاتصالات. زين خلاص بس بروح الحين. شنو الحين؟ شوفي الساعة كم؟ لازم البنوك تفتح بالأول. اي الساعة 4:45 ما يمديكي طالعة من هنا ولا البنوك فتحت. زين ممكن أقول لك شيء؟ تفضلي. تعالي معي. لا يا حبيبتي أنا زي المدرب يوجه اللاعب بس. أحلى يا مدرب. يلا زين يلا موفقة. تشبعي. سالم. نعم فاطمة. إذا ممكن توديني البيت أجيب شوية أغراض. أغراض؟ أغراض إيش؟ أغراض لي ولأمي لأني بنام عندها الليلة. طيب أجل يلا عجل خلينا نروح الحين عشان يمدينا نرجع بسرعة. سالم. نعم. أنا ما أشوفك تروح الدوام، ليش؟ أوه نسيت والله يا فاطمة. طيب أنت جهزي على ما بال أنا أكلم المدير وأخذ إجازة، بسرعة ها؟ إن شاء الله. مساك الله بالخير ابو عبد الله. اقول ابو عبد الله الله يسلمك بس انا بغيت اجازه كم من يوم. لا خير ان شاء الله بس الوالده شوي تعبينه ومنومه في المستشفى. الله يسلمك جزاك الله خير. الشر ما يجيك. مع السلامه. شوف هذه ورقة ودها داخل حق واحد اسمه سالم. شو اسمه؟ سالم. سالم مو توديها حق حد غير؟ السلام عليكم. عليكم السلام. فين بابا سالم؟ والله ما فيها الحين. هذا رسالة أعطيك بابا سلام. أوكي شكرا. السلام عليكم. شنو صار وياك؟ أعطيت سالم الظرف؟ لا ما هذا نفر سالم ما في موجود. أجل وين الظرف؟ هذا ظرف أنا أعطيته هذا صديق جوا. يا الله عليك انت شنو ما عندك مخ؟ انا قالت لك ودها حق واحد اسمه سالم تعطيها واحد غير ليش؟ ما تفهم انت؟ هذا نفر يقول سالم يجي بعد شوي. بس خلص يلا سوق وانت ساكت ما ابي اسمع شيء. يا رب شو سويت الحين؟ اذا حد قراها شو بيصير؟ يعني شلون؟ حتى مشروع صغير باسمي ما اقدر ادبر فلوسه؟ لا لا اقدر بس ابوي. ابوي اكيد عنده يعني مين معقول كل الملايين باسم امي بس؟ اكيد ابوي ما اخذ له كم مليون من ورا امي. ايه وتلاقيه يصرف على عيال لولو من وراها. يمكن لو عرفت امي بيصير مو بس لي مليون واحد كل الملايين بتصير لي. حكي أنا وبس أنا وبس. هلا 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 خالد. لا 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 ما راح أرجع المكتب اليوم يا أخي. طق راسه في مليون جدار ترى ماني فاضي لمديركم هذا ترى بذبح لكم. لا لا ما صار شيء في موضوع ابوي. قلت لك يا ابن الحلال عين اللقافه مالك شغل. خلاص خلاص الليله في الكافيه ان شاء الله. قلت لك مع السلامه بحكي لك كل شيء في الكافيه خلاص.
خالد مع السلامة، مع السلامة. مع السلامة. ألو، هلا، أهلا أستاذ وليد. أهلين. لا الحقيقة أبو سالم مش موجود. كلموا على الجوال ما برد. طيب تليفون البيت عندك؟ عندك. طيب خير إن شاء الله. تأمر شيء ثاني؟ هلا، مع السلامة. سالم شلونك يا اخوي؟ الله يسلمك. ها طمنا عن الوالده ان شاء الله بخير. ازمه وتعدي ان شاء الله. محتاج شيء وانا اخوك؟ تسلم عساك على القوه. ايه قبل لا انسى، يقولون الشباب اليوم جاء واحد وترك لك رساله. رساله؟ رساله ايش؟ ما ادري بس تجي انت وتستلمها. خير ان شاء الله. شكرا لاتصالك. مع السلامه. مع السلامه. Thank you.
الو؟ هذا بيت ابو سالم؟ ايه. طيب ممكن اكلمه؟ بس الحين نايم، من نقول له؟ طيب قولي له وليد. وليد منو؟ ولد الوزير ابو وليد. ايه اهلا وسهلا. عفوا انت مين؟ انا؟ اي انت. انا سديم بنته الصغيره. بنته؟ انا ما ادري ان عندها بنات. غريبه يعني؟ لا لا مو قصه غريبه، بس بس ايش؟ لا بس توقعت ان ما عندها بنات. انت بنتها الصغيره زي ما قلتي صح؟ يا يعني عمرك تقريبا 10 سنوات؟ شد حيلك شوي وزيدهم. 15؟ بعد زيدهم شوي. طيب نقول 18؟ اريحك احسن. والله يا ريت تريحيني. ما بقول لك عمرك حره. عموما فرصة سعيدة يا سديم اني سمعت صوتك، وبلغي الوالد اني كلمته زين؟ اوكي. I am glad to hear your voice. Me too. اوكي باي باي. باي. الله وينك انتي؟ كان المفروض تجيه من ساعة. يمه خير؟ ايش صاير؟ وش في؟ اي خير. وانتي حاجة السواق؟ انا واختك نبي نروح السوق. يلا انتي بعد معنا. وانا ليش اروح السوق؟ ها نسيتي عزيمة بكرة؟ ما تبين تشترين شيء؟ يمه تكفين، انا ما احب العزايم، ما ابي اروح. معلش يمه خليها راحتها، اذا ما تبي تجي بلاش نغصب عليها. كيفك على راحتك، بس ترى الفرصة ما تجي الا مرة واحدة يا شاطرة. اروح اجيب عباتي احسن. اقول وش ذي الفرصه اللي ما تجي الا مره واحده؟ ايش فيها امي؟ لا تحطي في بالك، الوحده مننا ساعات ما تفهم امي. شكلك تعبانه، ليه ما تروحي غرفتك وترتاحي شوي احسن؟ انا تعبانه؟ لا الحمد لله ما فيني شيء. ايش فيكم انتوا اليوم؟ شكلكم ما انتم طبيعيين. اروح الحق امي واجيب عباتي قبل لا تطلع عني. سالم؟ نعم فاطمة. انت كلمت ابوي؟ لا ما كلمت. طب ليه؟ ما ادري، احس انه مو وقت الحين. يعني بتخليه؟ ما انت معلمه؟ لا اكيد بعلمه، بس قلت بكره احسن، بكره الخميس وما عنده شغل. انت شايف كذا؟ والله ما ادري يا فاطمة، أنا مو قادر أشوف شيء، أحس تفكيري صار مشوش. الله يعينك يا أخوي. وعينك أنت بعد. جبت أغراض الوالدة؟ إي. شلون بتنامين عندها؟ كلمتهم يجيبوا لي سرير إضافي في الغرفة. على خير. هذا احلى شاهي الاحلى ابو. ها بسم الله عليك. يبقى كنت نايم اخذت لي غفوه.
حطيتي سكر ولا مر؟ نص ملعقة. ما مثله، ما قلتي لي. سم يوبا. وش أخبار الكتالوجات حقاتك فيه؟ يا حليلك يوبا، اسمها تكنولوجيا عموما. هي بخير وتسلم عليك. لا بسلامة، هو ذا كلامك. أحسن. نعم يوبا. تعال بيك. ما تأخر عن النادي، وبعدين بعدين. أقول تعال بيك، ما أنا مأخرك أمشي. نعم. اقعد. سمي. اسمع وانا ابوك، لا تظن اللي صار بيعدي بسال، انت غلطت مع اختك. وش تبين اسوي لها؟ دلع بنات وبنتي. اقول لك انت غلطت وجرحت اختك في كرامتها. سبب لها ايش؟ وست الحسن هذه وش تبي بعد؟ انا اللي اقول، اختك ما قالت ولا طلبت، ابيك تتسامح منها وتعذر منها. يبا بصراحه انت اللي مدلعها بزياده، وهذا اللي قواها وكبر راسها علي. المفروض تقول لها ان هذا اخوك الكبير ولازم تسمعي كلامه. يعني هذا كلامك لي يا محسن؟ ما لي خاطر انا يا ابوك عندك. يبا هذه ما هي مساله خواطر، هذه مساله حدود وواجبات. عقلها انت قبل لا اعقلها انا. انا تاخرت عن النادي. زياد. نعم. تعال عايزك، تعال. جيت في وقتك، عندي لك طلبات كثير للعرض توصيله كله. لا لا لا، انا ماني قادر اليوم، تعبان تعبان. يا زياد، هو نحن اللي حنقول وحنعيد ولا ايه؟ يا اخي دي ما طريقه شغل، شيل الحاجه وصله، خلاص وصله. الحين هذا مو مفتاح السياره؟ ايوه مفتاح السياره. خذه، وماني مشتغل اليوم. زياد زياد، حاكلم ابو ناصر، حاقول له على عيبك دي كلها، حخليه يشوف صرفه معاك. انا عارف. طيب. راسي صداع. لا لا، ما راح اقدر اتحمل. اي ما راح اقدر اتحمل، لازم اروح لسعيد. سعيد؟ طيب لو ما اعطاني؟ لا لا بيعطيني اكيد، الا اكيد بيعطيني. راسي لازم اروح، لازم اروح. تنسين موعدنا بكرة الجمعية. شولة؟ شلون والشولة؟ بكرة موعد استلام الراتب. هو الشولة ناخذ الراتب، وانت تقدر تشتغل وتكد علينا. اي انت عارفة، بس ما هو بعرفي. بعدين تعالي، انا اشوف كلمة الثانية قمت تبربرين على راسي. اسمعي يا مرة، انت تقولين سم وبس. لا، الراتب ذي لي والبنتي، وماني ما عطيتك شيء منه، سمعتني؟ عجيب. ايه اسمعي عاد، بترحين معاي وبنستلم الفلوس ولا والله والله الغالب الطالب لا اوريك شيء ما شفتيه يا سراقة الليل. طيب طيب، اللي تبي خلاص، اللي تبي. ايه مرة ثانية حطيني على بالك عدل، ولا قسم بالله قسم بالله اسوي لك شيء ما استوي. فهمتي؟ يمه تعالي خلينا نترك البيت ونعيش انا وانت سوا. بس بس يا فوزي، انت ثاني ماني ناقصتك. الله، الفستان شويه وينطق. مها، ما قلتي لي ايش رايك بفستاني؟ حلو. بس حلو؟
يجنن يهبل عليك بالعافية. تلاقيكي مقهورة. على ايش انقر يا الفاضية؟ خلاص خلاص خليكي في شخابيطك مثل ما يقول فيصل. اف محترة محترة. لو سمحت امي وينها؟ الحمد لله على سلامتها وشيء امكم الحمد لله حالتها مستقره ولله الحمد ونقلناها الغرفه. تقدرون تسالون استعلامات ان شاء الله وسلامتها الف سلامه ان شاء الله. الله يسلمك يا دكتور. الحمد شكرا لك الحمد. امشي يوه طاح. الظهرية ذي. طيب طيب ما تقول لي تفضل على الاقل. الحين جاينا الظهرية ذي وتقول لي تفضل؟ انت ابله هذا ولا شكلك كذا؟ طيب طيب اسمع. ها ابي مشاكلنا من يحلها أحلامنا من لها والهموم قلبنا ملها والعقل حاير بهالزمان والوفا نادر بهالمكان والجفا حنايا القلب تلها مين سرق فرحك ومين سرق فرحي مين نقض لك جرحك ومين نقض جروحي أنا كل هذا الألم نعم 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 أنا سبب دلوحي راحت أمانينا هدر راحت ليالينا